أشاد اسمه الشيخ عيسى بن علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان حكومة وقيادة وشعبا، وما يجمعهما من تعاون وتنسيق وثيق في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال لقاء سموه معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة. وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات. من جانبه رحب معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي بسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة، مؤكدا أهمية الزيارة التي تعكس مدى متانة العلاقات الوطيدة بين البلدين.